مرحبا. لما تكون في حالة تصعب فيها نفسك على التعبير عن ما فيها، أو الشعور اللي ينمو كل لحظة وكأنه رصيد لا متناهي من الأحاسيس، فهذا معناه أنك تمر بمرحلة فوران للمشاعر يا صديقي، أياً كان نوعها. والحديث عن المشاعر يا أصحاب غير محصور بخصوصية الحب للجنس الآخر، بالعكس تماماً، الحب والمشاعر مفاهيم إنسانية عظيمة فضفاضة توسع لكل شيء في الدنيا. يعني في ناس تتعلق بأماكن معينة أو مدينة أو بلاد، وفي ناس تتعلق بحب أشياء أو حتى بأكلات، صدقوني. خلونا نتكلم من ناحية علمية شوي، حيث تقول الدراسات أنه في كيمياء تنتج نوعاً ما بين الشخص أو بين الشخص وأي شيء يتعلق فيه بمجرد إفراز الجسم لهرمون اسمه هرمون الأكسيتوسين. احفظوا هذا الاسم كويس، لأن الهرمون هذا هو اللي مسؤول عن كل المطبات العاطفية اللي نوقع فيها بأي شكل من أشكالها، وفي تسمية ثانية له وهي هرمون الحب. يجدر بنا التلميح هنا لأهم علاقة إنسانية مفطورة على الحب، وهي علاقتنا بأمهاتنا وعلاقتهن بنا، وهي علاقة قائمة على العطاء الدائم بدون كلل أو ملل. فاللهم احفظ لنا أمهاتنا الأحياء وارحم من رحل منهم. تعالوا شوي نسافر للزمن القديم في عصر الإغريقيين القدماء، حيث كان الحب بالنسبة لهم محل دراسة وتمحيص وركيزة من ركائز الفلسفة الأساسية، لأنهم كانوا يعتبرون الحب كظاهرة فيزيائية تعبر عن سلوك الإنسان وغريزته. وفي بعض النظريات عندهم تقول أن الحب مادة روحية ترفع من شأن الإنسان لمستوى الألوهية، لأنه مثل ما ذكرنا قبل شوي، الحب مش مرتبط فقط بشخصين، وإنما معنى سامي وشامل لكل شيء في الوجود، وهي صفة نقيضة للكراهية وكل ما تسببه في البشرية من آثار مدمرة مثل التنمر والعنف والحروب وغيرها مما يعانيه كوكبنا حالياً. وقبل أن ننهي دردشتنا لليوم، دعوني أذكركم أن ديننا الإسلامي هو دين الحب، وقد أتى بدعوة الحب للناس أجمع. من أبرز الأحداث التي تدل على المحبة أن رسولنا الكريم لما وصل المدينة آخى بين الأنصار والمهاجرين، بمعنى آخر أشاع الحب بينهم بغرس مشاعر الأخوة العظيمة التي لا تربطها قرابة دم أو نسب، وإنما المشاعر. وهنا لفتة عظيمة للمشاعر وأهميتها في حياة الإنسان الذي سمى بمشاعره عن كل الروابط الدنيوية، وجعلها مشاعر إنسانية خالصة تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وممكن نقول في خلاصة قولنا أنه مهما اجتمعت الثقافات والفلسفات والنظريات على تفسير ماهية المشاعر، بتبقى كشيء غامض وجميل بنفس الوقت وضعه الله في قلوبنا لنعرف معنى آخر للحياة ما كان سيوجد لولاه. في فقرة تفاعلكم مشاهدينا، سنستعرض أبرز ما وصلنا منكم من آراء وصور وفيديوهات لموضوع حلقتنا لليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام لتلفزيوني حضرموت. فاصل وراجعين. عدنا إليكم مشاهدين من جديد مع فقرة تفاعلكم الخاص بكم وبكل ما ترسلونه للبرنامج. وأول تعليق وصلنا من صفاء بموز، علقت على موضوع حلقتنا لليوم وقالت: الأم بوجودها ستحبون حياتكم أو حياتكم، وبدونها لن تحبوا أي شيء، لذلك حافظوا عليها، أحبوها لدرجة أنه لا يوجد بحياتكم إلا أمكم، وانصتوا لها وكأنه لا يوجد غيرها، وثقوا بها ثقة عمياء لأنها أكثر شخص سيحبكم بدون مقابل، ولا تفرطوا بها لأي سبب أو أحد، والله العظيم لن يحبكم أحد مثل أمكم، حقيقة وليست أي كلام. صدقتي. وثاني تعليق وصلنا من نورة أمين اللي قالت فيه: لحظة فرح، شعور ينتابني منذ تلك اللحظات،
لحظات مفاجآت، لحظات ذهول، لحظات تخللتها الدموع من فرح قلبي بها. في ذلك اليوم ظننت يوم عادي يمر بكل روتينية، لكن الذي حدث أن صديقاتي حضروا لي مفاجأة بمناسبة عيد ميلادي، وكانت الفرحة تسع قلوب الجميع. ووجه تحية لهم من تلفزيون حضرموت، وإحنا أيضا نوجه لصديقاتك ألف تحية. هنا نستعرض معكم مشاهدينا بعض تعليقات اللي وصلتنا على حسابنا على الانستغرام، حيث تقول وديان بن قديم أن المشاعر هي معنى الإنسانية. والتعليق الآخر من كيم تي تو الذي يقول فيه: المشاعر الإنسانية تكون مختلفة من شخص لآخر بحسب البيئة اللي فيه أو اللي محيطة له أو الأشياء اللي يتابعها أو الأشخاص اللي يصاحبهم. وأيضا ثالث تعليق من جمال العبسي يقول فيه: المشاعر هي المحبة والإخلاص. وفي تعليق آخر وصلنا من صقر باهيبة اللي يقول فيه: المشاعر شيء كبير ومذهل وعظيم، ولا يملكه إلا من يستحقه، لأنه أغلى ما في الإنسان ولا يمكن أن يحصل عليه الجميع. وتعليق أيضا آخر من منصور عبد الله حسن جعفر اللي يقول فيه: إن الوفاء والصدق أجمل شيء في الصداقة، ويبعث برسالة حب عبرنا لكل أصدقائه وأحبائه. وآخر مشاركة وصلتنا اليوم من عائشة أبو عسكر، رسلت لنا صورتين وتقول فيها: أمي الحب وأبي الحب كله، والله يحفظ لها عائلتها. هنا نصل مشاهدينا لنهاية حلقتنا لليوم، كنت معكم أنا حنين عمر، فكونوا معي على الموعد في الحلقات القادمة، ولا تنسوا إرسال كل تفاعلاتكم لنا عبر صفحاتنا الفيسبوك والإنستغرام لنقوم بعرضها على شاشة تلفزيون حضرموت. إلى اللقاء.